ودي حبيبه اشربي اللبن حبيبتي. لا يا ماما انا مش بحب اللبن. هو اللبن مش بحبه ده؟ اللبن مفيد يا حبيبه، خدي اشربي. بيفيدني بايه يا ماما؟ بيخليكي قويه، بيديكي كالسيوم لعظمك عشان تكبري بسرعه وتبقي قويه. خدي حبيبتي. انا نفسي ايه على قويه. انت قويه يعني مش محتاجاه؟ ايوه مش محتاجه. طب تيجي نلعب ريست ونشوف مين القوي فينا؟ اه طيب ماشي. انت عارفه ان انا بشرب لبن كل يوم، هنشوف مين اللي هيكسب. يلا طيب. يلا ايه شفتي بقى كسبتك ازاي عشان بشرب اللبن كل يوم؟ لا انا اشرب اللبن. طب اشربي يلا. طلع طعم لذيذ. هي خلاص. برافو عليكي يا حبيبه. يلا بقى نلعب لعبة ريس. ماشي يلا اصبري لما نعد. 1 2 3. 1 2 3. كسبتيني يا اللي ماشي قوية وشربتي اللبن. كل يوم تشربي اللبن عشان تبقي قوية. ايوه ده مفيد جدا. لازم يا اصحابي اول ما تصحوا من النوم او قبل ما تناموا لازم تشربوا كوباية لبن عشان تديك قوة زي ما انا اديتني قوة كده. بصوا بقى عندي عضلات. بس اللي عجبك في الفيديو ينزل يعمل لها لايك واشتراك. ومع السلامة، هتوحشوني. بصي يا اصحابي انا بقيت قوية ازاي عشان شربت اللبن. انا دلوقتي هحارب من الغولة.